صباح الخير. صباح الخير، كيف حالكم اليوم؟ بخير. اليوم نجلس بغرفة هادئة لأن يوجد لدينا تسميع، حسنا؟ لا، غدا الإملاء. أحمد افتح الكاميرا لو سمحت، وآي أيضا. نعم، هل يمكنني الذهاب إلى المرحاض؟ تذهب إلى المرحاض؟ نعم، اذهب. طيب إذا صباح الخير. هل حفظتم جيدا القصيدة؟ أجل أجل أجل. كانت سهلة أم صعبة؟ سهلة سهلة. يعني إذا النشيد. نعم، النشيد. ماذا؟ لم أسمع. النشيد النشيد. نعم، أنا حفظت. يلا بما طيب، أريد منكم أن نضع وضعية الصوت صامت جميعا، حسنا، لكي نبدأ بالتسمية. نبدأ مع آية. يلا يا آية. يا بلادي أنت عندي من أحلى البلدان، فيك أزهار بهية، فيك آية لو سمحتي. بماذا نبدأ؟ بالعنوان. نبدأ بالعنوان. نعم، أحسنت. إذا نبدأ بالعنوان وأريد إلقاء، حسنا. يا بلادي، يا بلادي أنت عندي من أحلى البلدان، فيك أشجار بهية، فيك أزهار زكية، فيك أثمار شهية. يا بلادي أنت عندي من أحلى البلدان. أحسنت يا آية، شكرا لك. الآن محمد حج حادي أتى؟ نعم. محمد حج
محمد افتحوا الكاميرا لو سمحتم. محمد حاج علي. نعم افتح الكاميرا لو سمحت. نعم يلا محمد. يا بلادي انت عندي من احلى البلدان، فيك اشجار بهيه، فيك ازهار زكيه، فيك اثمار شهيه. يا بلادي انت عندي من احلى البلدان. احسنت. شكرا لك يا محمد. الآن إليسار. أجل. يلا إليسار. يا بلادي يا بلادي أنت. خير الله. يعني لما بلشت امتى قطع الساعة 8؟